قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة. فهذا خبر لمبتدأ محذوف، ما تقديره؟ تقديره نرجع إلى الآية الأخرى التي في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيكون التقدير لا تقول الله ثالث ثلاثة، أو تقول الآلهة ثلاثة، أو المعبود ثلاثة. ثم قال تعالى: انتهوا خيرا لكم. انتهوا فعل أمر، وخيرا قيل إنه منصوب على أنه خبر كان المحذوفة، فيكون المعنى انتهوا يكن خيرا لكم، وقيل إنها منصوبة على المفعولية على أنها مفعول به، فيكون المعنى انتهوا وأتوا خيرا لكم منه، أي من المعتقد السابق وهو قولكم بالتثليث. ما هو الذي خير منه؟ هو التوحيد. إذن يكون المقدر وأتوا خيرا لكم منه. منه الضمير يرجع إلى قولهم إن الله ثالث ثلاثة. ما هو الذي خير منه؟ هو التوحيد.